أي تفكر بالإنجليزي How to think in English or English من أشهر الأسئلة اللي الناس كلها بتسألها إزاي تفكر بالإنجليزي. طبعا ما أنا شفت فيديوهات كتيرة جدا على الإنترنت وعلى اليوتيوب كل الناس بتقول Stop thinking in Arabic، بطل تفكر بالعربي فكر بالإنجليزي، يعني فيديوهات كتير جدا يعني، بس للأسف محدش قال إزاي تفكر، يعني إيه الخطوات اللي ممكن واحد يعملها عشان عقله يبدأ يفكر باللغة دي. طيب أولا خلينا متفقين إنك كمبتدئ، مبتدئ يعني لسه صفر في الإنجليزي، عشان تفكر بالإنجليزي دي حاجة صعبة في الأول. أنا معاك في الحتة دي لأن أنا حاليا بتعلم صيني، بدرس إنجليزي بقالي 11 سنة، فأنا أوريدي عارف يعني بشعر أنت حاسس بيه دلوقتي، تمام؟ أنت حاسس الموضوع صعب، فده طبيعي جدا. فانت عشان هي الاول حاجه، هي الموضوع كله باختصار هو ان عقلك بيتكلم اللغه الجديده اللي هي الانجليزي وبيلجا للترجمه من العربي. الحقيقه اللي بيحصل في عقلك هو ان هو بيترجم، وكل ما مستواك في الانجليزي بيعلى كل ما سرعه الترجمه دي بتزيد، سرعه بتزيد لدرجه انك مش بتحتاج تفكر بالعربي. يعني هي دي الخلاصه، يعني ان انت عقلك بيحتاج وقت عشان يقعد يترجم ويحفظ ويفتكر الحاجات اللي بيتعلمها. فلما تيجي تتكلم، لما تيجي تقول حاجة جديدة تلاقي عقلك وقف. ليه؟ لأن هو ما عندوش أي حاجة، ما عندوش كلمات ولا جرامر ولا أي حاجة في الموضوع اللي أنت بتتكلم فيه، فبيقف بيرجع للعربي ومش عارف يقولها إزاي بالإنجلش. ده طبيعي جدا. فأنت عايز تحل المشكلة دي أو عايز تحل المشكلة دي، اتعلموا كلمات في جمل، دخلوا الجمل دي في مواضيع واعملوا تكرار الجمل دي. أنا بتعلم صيني، فأنا دلوقتي من كتر التكرار من وقت لآخر بنسميها spaced repetition، التكرار المتباعد، اللي هو الصبح تقول شوية باللغة اللي بتتعلمها، تكلم نفسك يعني، مثلا ممكن أقول واش بوش جمران مثلا يعني. طب أول مرة عرفت أقولها كده؟ لا طبعا. طب أنا احتجت دلوقتي وقت عشان أقول الجملة دي، الجملة دي بالصيني يعني، أنا مش أنا بقول أنا مش صيني وبوش جمران، فهل أنا احتجت وقت عشان أقول الجملة دي؟ لا طبعا. بس هل انا اول مره اقول الجمله دي باللغه الصينيه اخدت وقت؟ اه طبعا اخدت وقت كتير عشان اقول وا بو ش ولا ش بو، ترتيب الجمل او الجرامر كان ضعيف في الاول فما عرفتش اجمعها ازاي. فيقول لك الجرامر مش مهم. لا الجرامر مهم، مهم جدا انك تفهمه وتمارسه. هو ايه الخطا ايه الخطا المشكله في الجرامر؟ ان الناس بتحفظ الجرامر وقاعدة المضارع المستمرة هي مش عارف ده، هو ده اللي احنا بنقول عليه ده غلط جدا، وان انا اقول لك المضارع البسيط. طيب فين الممارسة بقى؟ وهي اهم حاجة، انك تفهم مش تحفظ، تفهم وتمارس اللغة مش انك تحفظ، لان هو الحفظ اساسا بيجي بشكل تلقائي، تلقائي بيحصل. فهو الموضوع انك تتعلم بشكل علمي، مش هتلاقي فيه مشكلة خالص. فانت الاول تعلم كلمات ثم تحطها في جمل، عشان تعرف تعملها في جمل اساسا محتاج جرامر، او انك بتاخد حاجات محفوظه بقى، اللي هو ايه، عايز اقول مثلا انا كويس I'm fine، فانت هنا عملت ترجمه من غير بقى ما تفكر بقى I'm fine دي present simple ولا present continuous ولا past simple، تمام؟ دي طريقه تانية. ففي طرق كتير جدا للتعلم، كل ما بتبقى واعي باللي انت بتعمله، وده انا بشرحه اثناء الكورس، مش بس بديك كورس انجليزي وخلاص، انا بقول لك ازاي بتعلم لغه جديده، بقول لك انت ماشي صح ولا في حاجه محتاج تعدلها. دور المدرب او المدرس ان هو مش بس يشرح لك حاجه، ولكن يوضح لك ازاي انت لوحدك تتعلم نفسك وتعتمد على نفسك، ولازم يعمل لك اسسمنت او يشوف مستواك بيتحسن ولا لا، ان عن طريق يديك واجب كل مره في سيشن ويشوف مدى قابليتك انك تحل الواجب ده، صعب ولا سهل، طب نغير، طب نعمل تعديل على الليسن بلان. يبقى اذا عشان تفكر بالانجليزي انت محتاج تبقى عندك كلمات جوه جمل، والجمل جوه مواضيع، ومحتاج انك تكرر الجمل دي، بس كده تكرر الجمل دي. الترجمه دي شيء اساسي في الاول، هي مرحله، مش هقول لك انك ما تترجمش، لا ترجم. لو الحاجه مش هتعرف تشوف ليها صوره او فيديو او حركه او مش هتعرف تفهم، يعني حاجه صعبه زي مثلا يقول لك كرونيك ديزيز مثلا او مرض مزمن، دي يعني هتحتاج الترجمه في حاجات زي كده، حاجه زي صوره او فيديو او حركه كده مثلا تعرفك معنى الكلمه، خلاص انت مش محتاج اي حاجه غير كده يعني. لو انت مهتم في كورسات هتبدا ان شاء الله بعد 7 يناير،
في كورسات لتأسيس المبتدئين، في كورسات للأطفال هتبدأ، في كورسات للمستوى فوق المتوسط B2، وإحنا شغالين بطرق علمية وجابت نتيجة مع ناس كتير جدا. الحقيقة من تحديد المستوى دلوقتي عشان تنضم للمجموعات اللي هتبدأ إن شاء الله. لو في أي سؤال اكتبه في تعليق أو تواصل معنا على صفحة Learn Spanish English عن طريق الماسنجر أو الواتس. بالتوفيق للجميع. Have a good day. Bye bye.